فيما يتعلق بالطعون والشكاوى المقدمة، هناك نحو 400 شكوى مقدمة من هذه الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى 1340 طعنا من الطعون التي تلقتها المفوضية أيضا من هذه الجهات. وهذه طبعا كم كبير من الطعون والشكاوى التي تستغرق ربما وقتا طويلا للبت فيها. الكلمة الآن هي للمحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة للبت في هذه الطعون والشكاوى، وهي التي ستقرر ما إذا كانت هذه الشكاوى في محلها أم هي شكاوى خضراء مجرد اشتباه في آلية وعملية الانتخابات. أما فيما يتعلق بالمشهد الأمني فهو أشبه الآن بقنبلة موقوتة، سيما وأن المتظاهرين يعني نصبوا خيامهم أمام بوابة المنطقة الخضراء، وجميعهم يعني يهددون بإثارة وزعزعة الوضع والاستقرار في المحافظة ما لم أو في العاصمة بغداد تحديدا والمحافظات الأخرى ما لم تعدل المفوضية عن هذه النتائج، أو المحكمة الاتحادية تعلن نتائج أخرى ربما لصالح هذه القوى المعترضة. إذن المشهد مرشح للمزيد من التطور وربما للانفجار أيضا في الساعات المقبلة، سيما وأن التهديدات التي تطلقها زعامات الحشد الشعبي المدعومة من إيران طبعا هي تهديدات خطيرة جدا وتمس الأمن العام في العراق، ورغم ذلك تهدد أيضا بإجهاض عملية سياسية بمجملها فيما يتعلق بشكل الحكومة من جانب التيار الصدري، هذا التيار الذي يهدد بأنه إذا تم تشكيل الحكومة أو يقول بأنه إذا تشكلت الحكومة على يده فإن أول خطوة سيقوم بها هو حل ميليشيات الحشد الشعبي.